فقول لي بقى شعور بقى الكابتن اسلام الشاطر وهو بقى بيمثل يعني الثلاث اسماء الكبار دول. لا انا كنت الحقيقه خلي بال حضرتك احنا كنا بنلعب، انا واحد من الناس كنت بلعب في نادي كبير جدا نادي الاسماعيلي، وقبله كنت بلعب في نادي كبير جدا اسمه النادي الاولمبي. فانا بالنسبه لي كنت برضو ان انت بتلعب في افريقيا، لعبت مع النادي الاسماعيلي في افريقيا وخدت، ما خدناش بطوله افريقيا، وصلنا لنهائي افريقيا يعني مع النادي الاسماعيلي، متعود على الاجواء في افريقيا وبتشوف وكده. ولكن ان انت تلعب في بطوله العالم يعني من الصعب جدا ان انت كنت تعمل كده مع النادي الاسماعيلي او مع النادي الاولمبي يعني في الوقت ده تحديدا. فانا بالنسبه لي ان انت تنتقل من الناحيه او من الاداء جوه افريقيا والبطوله المصريه المحليه والدوري والكاس والكلام ده كله وتلعب في كاس العالم، ده كان بالنسبه لنا فعلا حلم، وحلم كبير يمكن ما حدش هيحس بيه قوي غير اللي راح. صح، زي ما بقول لك انتوا كابتن يعني. لا كمان على مستوى، على مستوى بعض الناس اللي بتقلل من قيمه كاس العالم للانديه، لا في وارد، انت طبعًا اكيد طبيعه الكلام دوت. انت بتقول حاجه مش هيحسها غير اللي يروح طبعًا. زي ما كان انا بصراحه حتى وجودي في اولمبياد لندن اللي ما يحسش مظبوط الاولمبياد غير اللي يعيش التجربه نفسها.